في الاستحقاقات القاريه. يكون الطاقم التقني ديالهم والمدرب اللي خدمتهم مزيانه واللعابه اللي نشاهدوا تما مزيانين، وان شاء الله راه غيكملوا في هذا المنوال ديالهم ويدوا البطوله. شي حاجه سبيسيال اللي عجبتني هو هذا العام عندهم وسط الميدان مزيان كيحرك بالون وفهمتي اوكي، هما اللي كيوصلوا لا بال لقدام، ماشي هادشي مش نفس الاعوام اللي قبل. كما كان في الاعوام اللي قبل كان وسط الميدان ضعيف عندهم، داكشي علاش ما كانوا كيديو والو. نقول للاعبين كملوا في هادشي وان شاء الله راه لاكوب جايه وتبارك الله عليكم. بالنسبه للسلام عليكم الجمهور الكريم المغربي عامه والرجاوي خاصه. بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي حنا كنتمنوا ان شاء الله باش يحطم الرقم القياسي، وهذا ماشي غريب على فريق الرجاء البيضاوي، دائما كنكونوا حنا السباقين في تحطيم ارقام مادام ان الطموحات كبيره وباننا كجمهور كندعموا الفريق ديالنا. وبالنسبه للاعبين وبالنسبه للمدرب عارف شنو خاصو يدير بالنسبه لما تبقى من ادوار البطوله، وحنا كجمهور كنتمنوا ان شاء الله نهيو الموسم كامل بدون هزيمه، وعندنا الطموح ان شاء الله مادام ان البطوله كتشد وباقي الدورات القادمه ان شاء الله غتعطينا النتائج، وان شاء الله الرجاء البيضاوي غادي يقول الكلمه ديالو، وحنا عازمين ان شاء الله بالمكتب المسير وبالاطار الفني وباللاعبين ان شاء الله باش نكملوا المشوار ديالنا ونعطيو النتيجه ان شاء الله في المستوى ونكملوا الادوار اللي ما تبقى من البطوله بدون هزيمه ان شاء الله.